السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم. معكم زياد هادي، أستاذ آلة العود والنظريات في معهد دراسات الموسيقية العراقي في بغداد. تحياتي لكم وأتمنى تكونون بألف خير، وأشكركم وأشكر مشاركاتكم في الفيديو وفي جميع فيديوهاتي في قناتي، وأنا دائما فخور بتعليقاتكم وبأسئلتكم اللي شرفني دائما. مثل ما عرفنا أنه نأخذ مقامات ونأخذ إيقاعات، اليوم نلاحظ أمامكم هذا الإيقاع، إيقاع سماعي دارج اللي هو 3/4، ومثل ما عرفنا أنه الرقم 3 أو 3 أو 3 اللي هو في الأعلى العدد، وفي الأسفل رقم 4 اللي هي 4 النوعية. أمامكم هو هذا إيقاع السماع الدارج اللي يصبح دم تك تك دم تك تك دم تك تك، هو هذا أمامكم، وراح يكون أمامكم اللي هو يكون دم تك تك دم تك تك دم تك تك. نسمع هذه الأغنية الآن معي، تك 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 تك. نلاحظ هذه الأغنية اللي هي فرقة موسيقية عربية في مصر، وهذا موشح طبعا، وأيضا لدينا عملاق الغناء العربي اللي هو صباح فخري، أيضا عمل على هذا الإيقاع اللي هو سماع دارج 3/4. وأنا أخليكم في صندوق الوصف دائما أكثر من مثل حتى تقدرون أنه تسمعوها أكثر، حتى تعرفون أنه هذا إيقاع الدارج. وطبعا الإيقاعات جدا مهمة، جدا مهمة لكم وحتى للمبتدئين، حتى يقدر أنه يعرف هذا الإيقاع الفلاني يوم من الأيام أنه يقدر يشتغل على هذا الإيقاع من خلال ما يعرف أنه هذا الإيقاع الفلاني الدارج أو هذا الإيقاع السربند وهكذا. أتمنى أنه استفادتوا من هذا الفيديو، وتحياتي لكم. لا تنسون الإعجاب والاشتراك، وأتلقيكم فيديو آخر وجاهز وحاضر لأسئلتكم، ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.